يقول: يأتي إلي أناس ويطلبون مني أن أعطيهم مالا أو متاعا، فهل يجب أن أعطيهم لأنني أخشى أن أكون ممن لم يمتثل الآية الكريمة وأما السائل فلا تنهر؟ نعم، السائل له حق وهو أن يعطى ولا لا ينهر ويشدد عليه، فالسائل له حق. وفي الحديث: له حق ولو جاء على فرس. فالسائل يعطى، وعطاؤه يختلف اختلاف المسؤول، إن كان يقدر على إعطائه مالا كثيرا وهو يعلم أنه مستحق يعطيه، إن كان المسؤول لا يقدر إلا على شيء يسير يعطيه ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم.